جدا لمشروع حياة كريم، وعشان كده كانت بداية الزيارة لقرية أبو سير اللي تابعة لمركز برج العرب لتفقد المشروع العظيم، مشروع حياة كريمة اللي سيادة الرئيس بيوجه الحكومة بمتابعته على مدار الساعة، واللي زي ما حضراتكم شفتوا يمكن، والحقيقة رجال الهيئة الهندسية هم القائمين على هذا المشروع مع المنطقة الشمالية، يعني كل المشروعات الخدمية اللي بتتعمل، مياه شرب، صرف صحي، كهرباء، مجمع خدمات، مجمع طبي، شفنا التطوير الكبير اللي بيحصل فيه. ده النموذج اللي هو زي ما حضراتكم بتتابعوا معايا، ببقى حريص دايما في كل زيارة ان احنا نؤكد على حرص الحكومة بالرغم من كل التحديات على الاستمرار في هذا المشروع اللي احنا بنعتبره فعلا مشروع القرن 21. الحقيقة يمكن بعد كده كان فيه يعني زيارة مطولة، هو أكيد حضراتكم تابعتوا معايا برفقة معالي وزير النقل ومعالي وزير المالية لمواني الدخيلة واسكندرية. ويمكن أنا عايز بس يعني أشرح بطريقة بسيطة جدا للمواطن مدى التطور أو التطوير الرهيب اللي يعني وجه بيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة المواني والتجارة الخارجية لمصر. احنا كان عندنا إيه المشكلة؟ مواني قديمة، الأرصفة يمكن مش كافية، أطولها مش كافية على الإطلاق، أعماق المواني ما تكفيش السفن العملاقة أنها تدخل، ولكن كمان كان التحدي الأكبر المنظومة اللي بيحصل فيها التخليص للجمركي والإجراءات والفحص والمعامل والإجراءات البيروقراطية الرهيبة اللي كانت تبقى موجودة. احنا توجيه سيادة الرئيس كان دخول بالميكنة الكاملة لهذا الموضوع. فالحقيقة اللي اتعمل منظومة بكل المقاييس، منظومة بتنقل المواني المصرية لنقلة تانية خالص وتبقى كافية للتلاتين أربعين سنة اللي قدام. يعني أنا عايز أدي بس حضراتكم مثل، إحنا أنشأنا في مواني الدخيلة واسكندرية مجموعة مباني، وحضراتكم تفقدتوها معانا، المعامل المركزية الجديدة اللي بتفحص وتراقب بقيت موجودة في هذا في هذه مجموعة من المعامل، بحيث إن أي شحنة بتيجي أو حتى هتخرج بتتفحص في هذا المكان. طب كان بيحصل ايه قبل كده؟ بس عشان ندي حضراتكم مثلا، لو في سفينه قمح جايه كانت بتروح جايه على المينا، تدي عينه، تنزل تدخل على الرصيف، تروح منزله عينه وتخرج تاني في البحر. العينه دي كانت تروح فين؟ تنزل القاهره، وعبال ما يعني تعمل لها فحص وترجع النتيجه احنا كده ضيعنا اسابيع، ممكن كان بيحصل اسابيع. طب الكلام ده ببلاش؟ لا، ده كنا بندفع رسوم على هذا الكلام وبالعمله الصعبه. نفس الكلام، كان ممكن ينزل هنا في اسكندرية يعني شحنة أخشاب كبيرة جدا، المعمل الوحيد اللي كان موجود في دمياط، فتروح عربية ينزلوا عينة وتروح طالع على دمياط عشان يتفحص ويرجع. الأهم كانت أي حاوية بتنزل المفروض في جهات فحص، مش عايز أقول أعدادها، ممكن كان 12 جهة 14 جهة. فكان اللي بيحصل إيه؟ الحاوية تتجاب، كل جهة بيوم تروح جاية تفحص، تفتح الحاوية تفحص وتاخد العينة وتقفلها وترجعها، تاني يوم ترجع جهة تانية. كانت منظومة، أنا آسف أقول منظومة عقيمة، ومنظومة ما ينفعش إنها تبقى موجودة في المواني بتاعتنا. ونتيجة لكده متوسط الإفراج كان ما بيقلش عن 3 أسابيع. طب المواني العالمية متوسط الإفراج قد إيه؟ 3 أيام. اشتغلنا على هذا الموضوع مع معالي الوزراء، ابتدينا نعمل تطوير كامل، بقى توجيه سيادة الرئيس في كل مينا من المواني الرئيسية مجمع المعامل اللي حضراتكم شفتوه وتفقدناه مع بعض، بحيث ما فيش حاجة تنتقل ولا تخرج ولا الكلام ده كله. اتعمل مبنى، يمكن حضراتكم يعني خدتوا بالكم زورناه، مبنى صغير كده، ده اللي هو بقت اللجنة بنجمع فيه كل الجهات اللي عايزة تفحص الحاوية، بدل ما كان كل واحد بيفحصها في يوم، لا هم كلهم بيتجمعوا، الحاوية بتنزل تتفحص في وقت واحد وتطلع بيها الإجراءات علشان نخلص. عندنا يمكن شفنا طبعا المشروع العملاق بإنشاء مجموعة أرصفة جديدة، سواء في الدخيلة رصيف 100، وفي طبعا اسكندرية والصب الجاف والنظيف والغير نظيف اللي هيتعمل، ولكن في اسكندرية طبعا يعني المينا العظيم أو الأرصفة العظيمة 55 ل 62، اللي يعني ده هتنقل مينا اسكندرية كلها نقلة نوعية جديدة ومعمولة ومدارة، وهتدار بأحدث ما وصلت إليه الأنظمة الإلكترونية يعني الأوناش اللي ابتدت تبقى موجودة، وإن شاء الله على آخر هذا العام هتكون هذه المنظومة بالكامل شغالة، وإن شاء الله يبقى فخامة الرئيس بإذن الله يفتتحها بنفسه قبل نهاية هذا العام. فمنظومة كاملة بيحصل تطوير كامل للمواني، منظومة الإفراج المسبق عن الشحنات،
ودي منظومة اللي احنا بنسميها الـ ACI مع وزارة المالية. بقى النهاردة المواطن بيجي معاه الورق بتاع الشحنة اللي كان بيبقى معاه ما يطلق عليه، أنا آسف أقولها باللفظ كده، الدرج المنافستو، اللي مكتوب انه لازم ياخد موافقات من 20-30 جهة. بقى بيروح في مكان واحد كلهم متجمعين فيه، بيبدأ ان هو يخلص كل إجراءاته وهو واقف. كل دي منظومة جديدة احنا شغالين عليها في كل مواني مصر النهاردة، بهدف ان مصر فعلا تبقى مركز إقليمي عالمي، نستغل الموقع اللي كلنا دائما نتغنى بموقع مصر المتميز. لا، يبقى ده من خلال منظومة مواني جديدة بتنشأ وترفع كفاءة المواني القائمة، بحيث يبقى عندنا منظومة حديثة. وده اللي خلى الحمد لله النهاردة، عشان بس أدي لحضراتكم، وانت حضراتكم بتتابعوا من خلال مذكرات التفاهم والعقود التوقيع اللي بتتعمل جوه المجلس الوزراء، أكبر شركات شحن وشركات حاويات في العالم النهاردة بالرغم من كل التحديات بقت جاية بتوقع على حق امتياز واستغلال وإدارة لأرصفة النهاردة الدولة المصرية نجحت في تنفيذها وبتنفذها في خلال الفترة الجاية. ولولا اللي اتعمل ده ما كانش هذه الشركات فكرت انها تبقى موجودة في مصر. طبعا يعني تفقدنا ايضا بعد المواني زي ما حضراتكم تابعتوا ميدان محطة مصر، ويمكن الميدان ده لوحده كان معضلة في اسكندرية، ولكن ان شاء الله في خلال شهر ونص هينتهي الاعمال بالكامل. اتعمل سوق حضاري للباعة الجائلين، تنظيم كامل لحركة المشاة والسيارات، واعمال جمالية وتجميل للحديقة المركزية اللي هتحصل، حلقة السمك التاريخية اللي كان المبنى الحقيقة من 1800 وشوية النهاردة يعني بتعمل حلقة جديدة بالكامل 4 أضعاف الحلقة القديمة، عشان تستوعب برضو كل تجار السمك والبياعة اللي كنا بنقول عليهم البائع السريح، هيبقى برضو جوه المبنى الجديد. والمبنى التاريخي القديم يتحول لمجموعة مطاعم لأهالي اسكندرية ولأي حد زائر النهاردة يتمتع بهذا الموضوع. احنا النهاردة دلوقتي موجودين في مبنى، يعني وانا كان يعني انا عايز اقول لحضراتكم يعني قبل ما اكون رئيس وزراء مهندس معماري كنت دايما بتألم كل ما اجي ازور اسكندرية في اخر 10 سنين والاقي هذا المبنى التاريخي كان يعني الاهمال كان محترق. ده من احداث من ثورة 2011، للأسف تم يعني حرق هذا المبنى التاريخي، وكان توجيهات فخامة الرئيس طبعا لمعالي وزير العدل بتطوير كل المحاكم على مستوى الجمهورية. فالنهاردة المبنى زي ما حضراتكم شفتوه أعيد ترميمه على أعلى مستوى، رجع تاني زي ما كان من القرن 19. الأهم يمكن مع يعني معالي المحامي العام، وطبعا النهاردة الجهد اللي بتقوم به النيابة العامة في مصر والنائب العام، الميكنة الكاملة لكل خدمات النيابة العامة. تفقدنا في الدور اللي فوق المجمع الخاص بالخدمات الإلكترونية للمواطنين اللي بتقدمها النيابة العامة، لأن طبعا احنا ان شاء الله يعني رايحين ان يبقى كل أعمال وخدمات النيابة العامة مميكنة بالكامل. ده ضمن كمان موضوع منظومة التقاضي عن بعد اللي ابتدت برضو بتتعمل بمنظومة إلكترونية. فالحقيقة حركة تطوير بتحصل، وبنتفقد مع كل السادة الوزراء الأعمال دي، وأهم حاجة إن المتابعة بعد كده مش مجرد الافتتاح، هتبقى الإدارة والتشغيل، لأن يمكن ده يمكن بالذات في المواني زي ما كنا بنتكلم كلها شركات قطاع خاص اللي هتبدأ مع الدولة هي اللي بتدير وتشغل هذه الأصول بإذن الله. شكرا لحضراتكم، شكرا لحضراتكم، شكرا. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام تصريحات الصحفية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب جولته في الإسكندرية، حيث أكد خلال التصريحات أنه لمس خلال الجولة مدى التطور الذي شهدته منظومة الموانئ في مصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بميكانة كافة الإجراء العالم. ولكن إن شاء الله إحنا ملتزمين على نهاية هذا العام نكون أنهينا المرحلة الأولى ونبدأ بعدها على طول المرحلة الثانية. الأسبوع الجاي يعني معلش وحتعبكم معانا، هنحاول بقدر الإمكان يكون هناك زيارة للصعيد في أحد محافظات الصعيد إن شاء الله الحياة كريمة، وبرضو عشان نتفقد أعمال التطوير في هذه المحافظات. لا الحمد لله، يعني الأمور أنا زرت امبارح الحياة آخر اليوم والأمور مستقرة، ويعني هو بس هيبقى طبعا لازم تحت الملاحظة كده 48 ساعة، ولكن الحمد لله الأمور مستقرة خالص. شكرا.